وللوقوف أكثر على الإجراءات التي اتخذتها وستتخذها مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق ضمن خطط الحكومة بشكل عام. معنا في بهيئة المساحة الدكتور شادي خلوف مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق. يسعد صباحك دكتور. صباحكم. صباح الخير دكتور. صباح الصحة والعافية لك وللجميع، لك الناس اللي عم بيشوفونا اليوم. عم نحكي ونأكد دائما على الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا. خلينا نحكي معك دكتور بالتفصيل، شو هي الإجراءات وما مدى فعاليتها اليوم؟ هلا من اليوم الأول الحقيقة لصدور الإجراءات الحكومية والتعليمات الحكومية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لهذا الفيروس، يعني كانت محافظة دمشق حقيقة معنية أو المعدة الموضوع. تم تشكيل خلية عمل كل مديريات محافظة دمشق اللي كانت خلينا نقول مديريات منفصلة، كل واحد عنده عمله. صرنا تقريبا مديرية واحدة، وخاصة المديريات الخدمية، لحتى نقدر نساعد بتطبيق هاي الإجراءات على الأرض. يعني إذا بنحكي عن مديرية الشؤون الصحية اللي هي عملها كان طبعا فيها عدة أقسام، ولكن القسمين اللي هن أكثر شيء حاليا عليهم عمل اللي هن قسم أو الدائرة الصحية ودائرة الرقابة الصحية اللي هي تعنى بالرقابة على الأغذية، وبالتالي محلات الأغذية سواء اللي بتصنع الغذاء أو اللي بتبيع الغذاء، يعني بقاليات ومحلات لحوم وأجبان وألبان، وبتعرفي هذا الشيء قديش متواجد ببلدنا، وبنفس الوقت قديش حاليا مطلوب أنه يكون ضمن الشروط الصحية حتى نخفف من انتشار الإصابة إذا لا سمح الله كانت موجودة. فالمراقبين كانوا على تواصل مع هذول المحلات على مدار الساعة، تقريبا بكل الأسواق موجودين. تم إغلاق يعني خلينا نقول أكثر من 150 محل، تم توجيه مئات الضباط للمحلات. الإغلاقات كانت احترازية فورية لكل محل مخالف للشروط الصحية، يعني محلات العمال تبعهم ما لابسين قفازات، ما لابسين كمامات، الأكل المعرض خارج المحل، وهذا كنا نشوفه الحقيقة بشكل واسع خاصة بالأسواق الشعبية. يغلق المحل فورا، في قزارة ضمن المحل يغلق المحل فورا. القسم الثاني هو قسم رش المبيدات اللي هو كان له علاقة بكل شيء كنا نشوفه، خاصة بالموسم هلأ اعتبارا من الشهر القادم اللي هو البخ الضبابي والرزازي لمكافحة الحشرات. هذا القسم الحقيقة تم استجلاب عمال أكثر لهذا القسم، وانضم القسم لمديرية النظافة حتى يتم شطف الشوارع وتنظيفها، والحقيقة القيام بحملات اللي هي ضمن الدوائر الحكومية لإجراء حملة التعقيم. هلأ مجموعة هاي الإجراءات الحقيقة كله الهدف هو احترازي حتى نحن نقدر نتصدى لهذا الفيروس، بس كمان هاي الإجراءات صعب أنه تنجح إذا ما كان في وعي وتعاون من الإخوة المواطنين حتى نقدر نكون بسلام وأمان. دكتور، أرقام كثيرة عم توصل من البلدان المصابة بفيروس كورونا، ولكن المواطن السوري فرح بضل همه بالأرقام اللي موجودة بالبلد. خلينا نحكي عن عدد الحالات المشتبه فيها وواقع الحالات الخمسة المصابة حاليا. هلا مثل ما قالت وزارة الصحة الحقيقة أنه إحنا لهلا عندنا خمس حالات، وإن شاء الله ما يكونوا بالمستقبل ما يكون في أكثر، وما زالت الحالات الحقيقة بوضع صحي مستقر. كل المعلومات بنتمنى على كل الاخوه المواطنين انه يكون كل المعلومات اللي بياخذوها هي حصرا من الوسائل الاعلاميه الوطنيه. احنا عم نشوف هلا على الفيسبوك قديش وسائل التواصل الاجتماعي في اشاعات وفي اخبار، خلي مصدرنا الاعلام الوطني يكون هو المصدر الوحيد حتى نقدر نكمل هذا العمل تبعنا ونضل بامان وسلام. نعم، كمان دكتور اليوم 14 يوم هي الفترة المحددة يمكن للانتظار حتى نشوف نحن إذا ممكن تظهر الأعراض أو لا. خلينا نحكي عن أهمية هاي الفترة، أهمية أنه نضل بالبيت فيها، أهمية نعقم ندير بالنا على صحتنا على تغذيتنا، وبعدها يمكن في حال وجود أحد الأعراض نتجه للتحليل. ما هلأ نحن لما من يعني في ناس بتنزعج انه انا كيف بدي ابقى بالبيت كل هالوقت او ليش بدي ابقى بالبيت كل هالوقت. هو الحقيقه فتره الحضانه هي ال 14 يوم هي المهمه، وبالتالي نحن خلال هالفتره اذا نحن كنا فعلا ملتزمين بمنازلنا فهذا بخفف اذا كان في حدا عنده مشكله انه تنتشر هي المشكله بشكل اوسع ضمن نطاق المجتمع. وبالتالي اذا اي عائله اي حدا من افراد العائله
ظهر عنده أي أعراض. هلأ ممكن يكون الأعراض ما لها كورونا، ممكن يكون أعراض غريب عادية. نحن بنعرف بفصل الربيع اللي احنا بلشنا فيه الحساسية موجودة بشكل كبير، وبالتالي أي حدا يظهر عنده أي أعراض فهو ما زال ضمن نطاق العائلة، شخصين ثلاثة أربعة، وبالتالي محدود. أما لما هذا الشخص اللي رح يكون عنده أعراض، إذا كانت هاي الأعراض هي فعلا إصابة كورونا وهو ضمن المجتمع وعم يحتك بجميع أو بشريحة كبيرة من أفراد المجتمع، فينا نتخيل شو اللي ممكن يصير. فال14 يوم فترة كثير مهمة حتى نحن نقدر نعمل فعلا حماية ووقاية لمجتمعنا، ونخفف قدر الإمكان من الازدحامات والتجمعات والسيارين والزيارات، حتى نحن نقدر نعزل بعضنا وكل عائلة تكون معزولة عن العائلات الأخرى، لحتى إذا ظهر أي شيء يكون ضمن نطاق محدود جدا. تمام دكتور، خلينا نحكي عن فوائد الحجر المنزلي. للأسف رغم كل التوصيات اللي عم تكون للمواطنين، يعني بعد موضوع الحجر المنزلي أحيانا بنحس ما انه كثير واضح للأشخاص. بعد التجمعات عم تصير مع الجيران، السهرات، يعني خلينا نوضح كيف لازم هي تكون شروط الحجر المنزلي السليمة. هلا كانوا بالأول انه بنجي بنسهر عندكم بنرجع البيت، هلا بعد ما صار في من 6 ل 6 حظر التجول، فصار بنجي بنسهر عندكم بنضل، يعني مشكلة أكبر، يعني الاحتكاك أكبر. لا الحقيقة في هلا يعني في خلينا نقول نحن من عملنا بمديرية شؤون صحية من المحلات هي مشعر، لأنه صاحب محل بالنتيجة هو مواطن وهو رب أسرة وعنده عمال، الالتزام صار أكثر، الوعي صار أكثر، ولكن ما زلنا بمشكلة أو بجزء من مشكلة اللي هو في ناس فعلا لهلا متخيلة إنه الموضوع سخيف أو يعني الإجراءات الحكومية هي إجراءات مبالغ فيها، يعني تجديد أكثر من اللازم يمكن ما له داعي، ولكن الحقيقة هذا خاطئ. نحن عم نشوف بالعالم كله شو عم يصير، وهذا لازم يسهل علينا تقبل الإجراءات الحكومية، لأنه نحن لما نشوف دول الصين وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بقدراتها، ونحن بلد طبعا 9 سنين حرب فيه يعني منهك القطاع الصحي وحتى القطاع الاجتماعي عنا، كل ما حملنا حالنا أكثر كل ما منكون عم نوفر على حالنا مشاكل كثيرة وجديدة. وبالتالي لا الوعي لازم يكون موجود وما نتزمر من هاي الإجراءات، لأنه هي بالنتيجة هي لصالح كل مواطن فعلا بيبقى بيته. نعم. يمكن دكتور قديش نحن من واجبنا نستفيد من تجارب باقي الدول اللي مثل ما كنا عم نقول هي دول عظمى لكن للأسف صارت منكوبة نتيجة هذا الوباء. نحن يمكن ببدايته قادرين يمكن نضبط الوضع أكثر، قادرين ننشر الوقاية. الشيء المميز دكتور مقطع فيديو يمكن هو كتير بسيط بس عم يعطينا فكرة يمكن لحتى نتعلم أكثر، لحتى نعتبر قديه شخص يمكن من الولايات المتحدة الأمريكية بيتمسخر على موضوع كورونا وبيعمل تحدي أنه هو ما في هذا الوباء أصلا موجود بأحد السوبر ماركت. فالدولة أخذت احتياطات وتم الشكوى عليه من كل البلدان اللي شافوا هذا الشيء. اليوم قد إيه دولتنا المفروض تفرض قوانين صارمة باتجاه كل مين عم يستخف ويستهين بهذا الموضوع. نحن مثل ما شفنا الإجراءات الحكومية كانت تدريجية وتصاعدية. نعم. وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها اليوم. هلأ كل ما كان الالتزام أكثر بهي الإجراءات والناس متجاوبة أكثر معها وفعلا البقاء بالمنازل هو شعار كل عائلة، كل ما كنا نحن بنقدر نكتفي أو الإجراءات الحكومية توصل فقط لهذا المستوى. ولكن كل ما كان الالتزام ما نو بالشكل المطلوب نحن مضطرين على إجراءات أكبر. فلذلك كل ما كان وعينا أكبر بحالة ملتزمين بالمنزل، يعني الشخص اللي ما عنده أي عمل، أنا شخصيا إذا ما عندي عمل ماني مضطر أنه أطلع من البيت بهذا الظرف. فنحن رجاء على كل الأشخاص سواء خلينا نحكي على شغلنا كمديرية شؤون صحية عنده عمل يحاول بمكان عمله يكون محقق كل الشروط، في عقامة كاملة، في نظافة كاملة، في ارتداء للقفازات والكمامات، ما في تعريض مواد غذائية، وبنفس الوقت كل العائلات اللي هي ببيتها خففوا من الاحتكاك، خففوا من الزيارات الغير مبررة. زرنا بعضنا كثير ورح نضل نزور بعضنا بعدين. خلينا نعتبر هدول ال 14 يوم هن يعني مكان للتواصل كل عائلة مع نفسها. خلينا نفتح ومع فيديو على الموبايل، فينا نقرا كتب، فينا نتفرج على يوتيوب، نحضر شيء قديم، نشوف صور قديمة، فينا نتفرج يوتيوب أي شيء كان، بس بضل أأمن وأكثر أمانا من إنه نحن نضل مصرين على الاختلاط والتجمع
واللامبالاة باتجاه هاي الإجراءات. أكرر يعني بعد الساعة 6 المساء عم نشوف شوارع دمشق ومثل ما عم يطلع معنا أمامنا هلأ على الشاشة وبكل المحافظات السورية التزام كامل بالمنازل، ولكن الأهم بنرجع منكرر بقلب المنازل شو عم يصير اختلاط، هذا الأهم. بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم، هو شخص حس بعرض أعراض معينة لوين بده يتجه؟ أماكن المختصة يمكن لمعالجة أو التعامل مع فيروس كورونا وين متواجدة؟ هلأ الحقيقة هذا الموضوع المعني فيه مديرية الصحة وزارة الصحة، ولكن أي شخص ظهر أو شك هو بأنه ممكن يكون عنده أعراض مشتبهة بهذا الموضوع واللي هي ممكن يكون أعراض لأي شيء آخر، في أرقام على موقع مديرية الصحة وزارة الصحة، ممكن الشخص يتصل بهي الأرقام وممكن يتوجه لأي مشفى لحتى يقوموا له يعني يقوموا بالفحوصات اللازمة. بس بنرجع بنقول إذا نحن ضلينا ضمن الأسرة فبظن إنه محميين. نحن الحمد لله لهلا عدد الإصابات محدود جدا نسبة لعدد السكان، وبالتالي كل ما كانت التزامنا بالإجراءات أكبر رح نحافظ إن شاء الله على هذا العدد، وبالتالي نخفف فترة الحظر، لأنه إحنا كل ما كنا مستهترين وزاد العدد لا سمح الله كل ما كان فترة الحظر رح تطول وتطول وتطول، وهذا رح يصعب كمان من حياتنا اليومية. كمان الأشخاص اللي متعطلين على أعمالهم كمان هي مشكلة، وبالتالي نحن التزامنا بخلي فترة الحظر تكون أقصر. ومرجع نقول أي حدا عنده أي شك بأنه هو ممكن يكون عنده أي أعراض، الأرقام موجودة فيه يتواصل معه وفيه يتوجه لأي أقرب عيادة، حتى عيادة الطبيب أو أي مشفى، حتى يخبر عن حاله يتم إجراء الفحوصات اللازمة. إذا كان هو مو كورونا فبيتم التعامل معه، إذا كان كورونا فالجهات المعنية بتتعامل معه بطريقة المناسبة. نعم، موقع المراكز الحجر الصحي بدمشق دكتور، خلينا نعرف أكثر عنه، كيف وضعه اليوم ومدى تهيئته لاستقبال هاي الحالة؟ هلأ أنتم عم تسألون شيء خارج نطاق عملي اللي هو مديرية الشؤون الصحية المعنية بسلامة الغذاء، بس أنا مثل ما يعني عم تابع مع كل الأخوة المواطنين هذا الواقع. في عدة مراكز حجر عملتها مديرية الصحة وزارة الصحة، مشكورة طبعا لا هذا الموضوع بالذات، يمكن صار فيه بالدوير، في فندق المطار، في فندق جميل بلازا، وفي منطقه الجرجانيه يمكن مكان عزل. هلا في اكثر من مكان صاروا للحجر او للعزل، وبالتالي هذا الموضوع مؤمن، في استنفار كامل لكل الكوادر الصحيه، مثل ما نحن بمحافظه دمشق مستنفرين بجاهزيه تامه لا نشتغل على الارض بتطبيق الاجراءات الحكوميه. وزاره الصحه اكيد عم تقوم ب يعني اجراءاتها الاحترازيه لحتى كمان تضل الوضع الصحي مسيطر عليه والحالات في الحد الادنى شرط تعاون المواطن. دكتور، رغم الاجراءات يلي عم تتوالى يوم بعد يوم للتصدي لفيروس كورونا، يمكن في بعض السلوكيات بعدها موجوده خاطئه، يمكن في استفسارات او امور مغلوطه، واكيد الناس عم تتواصل مع حضرتك وتسالك، خلينا نضوي عن معلومات خاطئه او سلوكيات خاطئه بعض المواطنين عم يسلكوها. هلا هي نقطه مهمه، نحن بس لازم نضوي انه نحن بمحافظه دمشق في عندنا الرقم الساخن اللي هو 127، اي اخ مواطن عنده اي مشكله يعني لها علاقه بشيء بشوفه بتجمع، عم يشوف تجمع، عم يشوف اي ممارسات خاطئه بمحلات بيع مواد غذائيه، يخبر عنا فورا. نحن كل شيء نحن معنيين فيه بنعالجه فورا، اذا كان في شيء معنيين مثلا في تجمع للقمامه في مكان ما بنخبر المديريات الاخرى لحتى كمان تتوجه وتعالج فورا. فبرجع بقول 127 هو الخط الساخن اللي اي اخ مواطن عنده اي شكوى ممكن يتصل عليه. نرجع نقول محافظه دمشق اجراءاتها موجوده على الارض، الناس عم تتواصل معنا كثير لحتى تشوف نحن شو عم نعمل، ولحتى يعني نحن ننصحها بشو لازم تعمل. بس خليكم بالبيت، اللي ما أنا مضطر على شيء لا او على الخروج من المنزل خليه بالبيت قد ما بيقدر، لانه البقاء في المنازل والهدوء وهي السكينة وأخذ الأمور حقيقة بدون هلع وبدون استهتار هو بيوصل للمكان الآمن إن شاء الله. أكيد دكتور، للتنويه رقم 127 هو يعني هو الخط الساخن بمحافظة مدينة دمشق للإبلاغ عن أي حالة، لا مو عن أي حالة إصابة، هو أي حالة لها علاقة إما بمحل أغذية بتجمع ما يعني امبارح أحد الأشخاص خبرني أنه بمنطقة مشروع دمار بجزيرة
ما في ناس قاعدين وحاطين ارجيل وعم يعني متجمعين، فتم التعامل احيانا بالربوه كمان بنشوف هذا المنظر. يعني منطقه فيها تجمع قمامه، منطقه ما فيها نظافه، محل ما فيها نظافه، فيهم يخبرونا عنه. نعم. نعم يعني كمان نرمين مشكوره اليوم وزاره الصحه، مشكورين الاطباء كافه على كل جهودهم، وايضا نقول لك شكرا لك دكتور. نتمنى يكون في وعي عند الناس، ما بدنا نشوف اراجيل. نعم. ما بدنا نشوف هي الحالات، ما بدنا نشوف تجمعات حتى بالبيت. كل ما خففنا من هذا الموضوع أكيد. امل لسلامتنا. اكيد صحيح. شو بتحب توجه كلمه دكتور يمكن لهدول الناس يلي عندهم شويه استهتار او لهلا لسه يمكن ما فقدوا، ان شاء الله ما حدا بيفقد عزيز او غالي لحتى يحس بخطوره الامر؟ هلا نحن بنتمنى الوعي، الالتزام، الهدوء، البقاء في المنازل، وهذا الشيء بيساعدنا. نحن عم نشوف بكل العالم شو عم يصير، نحن الحمد لله ما زلنا نسبيا امنين جدا، ولكن هذا الامان بيستمر طالما نحن ملتزمين بالاجراءات الحكوميه. نعم. فرجاء خليكم واعيين لانه هذا الشيء بيساعدنا وبيساعدكم قدر الامكان. نعم. يعني فرح لاحظت امبارح رغم اماكن التجمعات اللي بنحكي نحن عنها عن الخبز او الغاز او حتى الصيدليه، صار عم تكون في اجراءات لمنع التجمعات انه من وراء الباب ما بنفوت نحن يعني على الصيدليه، كل ما خارج ما يكونوا بنكون بالخارج داخل البقالية في مسافه امان، لانه كل ما خفف التجمعات هذا افضل. صحيح. والشخص يقضي غرضه بسرعه بلا الاحاديث الجانبيه والصبحيات اللي ما لها داعي. حتى لما بدنا نشتري اغراضنا جمعناهم بنحطهم بدنا نحاسب او ندفع نطلع لبرا، يعني ما نكونش 5000 واحد لنحاسب. يعني هي اجراءات هذا كله اجراءات وعي. ضروريه حتى احنا نقدر ان شاء الله يعني نستمر بالامان اللي احنا فيه. نعم. طيب دكتور، من خلال ملامستكم يمكن لجميع الاجراءات ويمكن حتى اي حدا عنده شكوى او استفسار، عم تكونوا حضرتكم موجودين اليوم، ما مدى التزام ووعي الناس اللي حضرتكم عم تلمسوه على ارض الواقع؟ هل نحن بحاجه لحتى نزيد من الاجراءات الصارمه او لا؟ اليوم العالم ايد بايد مع الدوله لحتى نطلع من هذا الوباء. هلا الالتزام كثير افضل من اليوم الاول، خلينا وكل يوم عن يوم عم يكون وعي الناس افضل والتزامهم اكثر وتجاوبهم اكثر. ونحن عم نشوف من يعني من اتصال تواصلنا اليومي مع اصحاب الفعاليات الغذائيه، المنشات الغذائيه، المحلات، البقاليات، يعني الالتزام كثير صار افضل. صار من النادر ما تشوفي حدا حاطط بضاعه خارج المحل، يعني محمصه كانت تحط نص المحل برات المحل تماما. كنا لما نضبطهم او نخالفهم او نغلق لهم يعتبرونا نحن عم نطبق القانون بشده. هلا اكتشفوا انه هذا الموضوع كان هو فعلا صحيح. للامان اكثر. نعم. وهي تطبيق هي الشروط الصحيه مانع عن عبس بكل الاوقات، فما بالك بالوقت اللي احنا عايشين فيه حاليا واللي فيه هذا الوباء العالمي. نعم. وبالتالي نحن لا، الالتزام الناس افضل بكثير. ما وصلنا لل 100% وما في حدا بيقدر يوصل 100%، ولكن كل ما كانت نسب الالتزام اعلى كل ما نحن بنضل بامان اكثر. اكيد. يعني اهم شيء ما نستهتر بالموضوع. اليوم الصبح كنت عم شوف فيديو لفنانين مصريين كانوا باحد المهرجانات، كانوا صراحه كثير عم يستهتروا بموضوع الكورونا، كلهم قدموا الاعتذارات لانه طلع الموضوع ما له مسحه ابدا. هلا هدول الناس يعني شعوب غالبا بتعتبرهم ايدل، عملوه الناس بتاخذ منه وبتعمل مثله، بغض النظر اذا هن ايدل فعلا ولا لا، بس هن هدول مهمين انه يكونوا قدوه للناس الثانيين بطريقه تعاملهم، سواء الفنانين، الممثلين، اي حدا عنده ظهور وعنده ضوء عليه اكثر لازم يكون قدوه بطريقه. نعم. تعامله وطريقه التزامه. نعم. ما يكون فوضوي، لانه هذا الشيء يخلي في ناس عم تشوفه عم تقتدي فيه وبعدم التزامه ويخليهم هن كمان الناس يكونوا مو ملتزمين. نعم. كثير حلو دكتور هذا الحكي، وكثير حلو اليوم انه نحن نكون قدوتنا هي الصحيحه ونكون على قدر المسؤوليه تجاه هذا الوباء. طبعا. كلمه اخيره بتحب توجهها لكل العالم يلي عم بيتابعونا؟ الوعي ثم الوعي ثم الوعي. الله يحميكم ويحمي البلد، وان شاء الله نضل بهذا الالتزام واكثر لنضل بهذا العدد المحدود جدا من الإصابات، وإن شاء الله سوريا منتصرة.